مولاي حضره صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يشرفني يا مولاي بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن اصحاب السعاده اعضاء مجلس الشورى وموظفي الامانه العامه ان ارفع الى مقام جلالتكم السامي اصدق ايات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى تولي جلالتكم مقاليد الحكم، سائلين المولى العلي القدير بأن يحفظ جلالتكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد. مولاي جلالة السلطان المعظم أبقاكم الله، إن اللقاءات السامية من لدن جلالتكم بأبناء شعبكم، والاستماع الى تطلعاتهم وامالهم ابهجت نفوس ابنائك ابناء الوطن بالعز والفخر والامان وما رسختموه من حوار شوري هادف وبناء يا مولاي وما اسديتموه من توجيهات ساميه ومتابعتكم عن كثب لابناء شعبكم الوفي وتهيئتكم لهم كل ما يحقق الاستقرار والرخاء لهو نابع من حرص مقامكم السامي على ابناء الوطن الكرام وان ارادتكم الساميه يا مولاي باستشراف المستقبل بكل همه وعزيمه لبلوغ الغايات والاهداف النبيله لما يخدم الاستقرار والامان والطمانينه والحياه الكريمه لابناء هذا الوطن المعطاء لهي بارقه امل وتحفيز عمل على مواصله البذل والعطاء وصولا لهذه المرتكزات واننا يا صاحب الجلاله نقف وقفه اجلال وامتنان لمقامكم السامي حفظكم الله على ما خطته ايادي جلالتكم النبيله وما ارتسم بفكر جلالاتكم النير من خطط تنمويه وتطويريه شملت كافه الاصعده السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والتنمويه بخطى واثقه ومدروسه من فكر وحكمه مقامكم السامي ابقاكم الله سائلين الله سبحانه وتعالى ان يوفق جلالتكم ويسدد على طريق الخير خطاكم وان يسبغ عليكم نعمه والاءه كما نساله عز شانه ان يحفظ سلطنه عمان بالعز والامان والرخاء والنعيم ويحفظ ابناءها الامجاد الكرام بالرقي والتقدم والازدهار وان يجعل الايام كلها سرورا وحبورا وان يعيد هذه المناسبه الوطنيه المجيده وامثالها على جلالتكم واسرتكم الكريمه وشعبكم الابي اعواما عديده وازمنه مديده وعمان تنعم بالامان والسلام والاستقرار انه سميع مجيب الدعاء وكل عام وجلالتكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته